ونختم النشرة بهذا التقرير الذي أعده الزميل أحمد ياسين حول ضرورة الحصول الإنسان على السكن الملائم الذي أصبح من الضروريات الأساسية للحياة. نتابع هذا التقرير. المواطن التشادي ومنذ أمد بعيد في إيجاد السكن الملائم طموح يحاول رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو تحقيقه لهذا الشعب، وجاء هذا في خطابه أثناء تنصيبه الأخير على رأس الدولة، وترجمت هذه الوعود واقعيا حيث بدأت الدولة بتأسيس بنك الإسكان الذي توكل إليه مهمة تقديم القروض للمواطن من أجل البناء والتعمير، وبدأت تتكشف ملامح هذا البنك وتحقيق الوعد في أقل من سنة، فقد أحيلت عملية البناء لمؤسسة وطنية تعمل في مجال العقارات والسكن الاجتماعي، وينتظر المهندس التشادي نقطة الانطلاقة لتنفيذ ما لديه من خبرات على أرض الواقع، هذا ما أكده أحد المهندسين، فتمضي الأيام ويتطور مشروع التعمير الكبير حتى في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، لأن إيجاد سكن ملائم ضرورة حيوية في حياة الإنسان. نهاية النشرة لهذا المساء قدمناها لكم من الفضائية التشادية، إلى أن ألتقيكم مجددا دمتم في رعاية الله.